وأخيراً بعد انتظار صار في سلام بهالبيت، وكمان شفنا هالضحكة على وشك يا ابن. هذا كله بفضل البنت يلي بحبها. صح، حبيبتنا أنا وإنت. إيه. اليوم بدي أعمل كرمال قدان سلطة فواكه طيبة كتير. هي بتحبها، وكمان صار لي زمان كتير ما عملت لها أكلات خاصة لقدان. لهيك فكرت إنه الأكلة رح تطلع مناسبة. قدان بس تأكل منها أكيد رح تحس بكل الحب تبعك، مو هيك؟ إيه أمي. بتعرفي أنا عم شوف الحب بعيون قدان تجاهي لحد اليوم، وحاسس كمان إنه كل المشاكل والخلافات بيناتنا رح تنحل عن قريب كتير. بس بكتير أوقات بصراحة يا أمي أنا عم حس بشعور كله خوف. مو غلط نحس بالخوف، وإلا الشخص بيبطل يحس بقيمة اللي بيملكه. وأنا متأكدة إنه ما بقى رح يصير بهالبيت إلا كل خير وكل شي منيح يا ابني. ورح تعيش أنت وقدام بسلام، لأنه خلاص أنترا طلعت من حياتكم، وإنتوا الاثنين خلصتوا من كل المشاكل تبعها، ما عاد في أي شي سيء، صح؟ بتمنى هالشي. وأنا كمان بدي أكل من هالأكلة بس بدون سكر. انتبهوا منيح لتصرفاتكم، وبدي منكم تعملوا مثل ما أنا بقلكم بالحرف الواحد. يلا روح جيب الكلبشات بسرعة، يلا روح جيبهم، ما عم تسمع؟ لا حدا يتزاكى أبداً، وهلأ بدي تحطوا الكلبشات لبعض، يلا بسرعة كلبشوا إيدين بعض، ماني عم أمزح. بتنفذولي كل شي ماشي؟ لا تتحركوا، معك فرصة واحدة. لا تتحرك، عم تسمع؟ يا ربي. طلع التليفون من جيبتي. ألو، مركز القيادة، المجرمة أنترا هربت منا.